السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهورنا الرياضي وعشاق منتخبنا الوطني الجزائري، مرحبا بكم دائما في قناتكم كالعادة. أحبابنا خاوتنا اللي راهم في الغربة، تحية كبيرة كبيرة لكم. اليوم في هذا الفيديو صراحة جينا نرد على سمير زاوي اللي صراحة جرح مشاعر تقريبا المنتخب الوطني الجزائري. لما نقول المنتخب يعني نقصد الأنصار، نقصد المدرب، نقصد اللاعبين، لأنه في كل مرة يصرح بتصريح والله العظيم لا أدري كيف أصنف هذا الإنسان. هل أنت جزائري؟ هل أنت غير جزائري؟ هل تحب المنتخب فعلا؟ هل لا تحب المنتخب فعلا؟ هل تريد تنحية جمل بالماضي؟ مع العلم أنه من 2019 هو يقول نفس هذا الكلام، مع أنه يرى نتائج غير ذلك تماما. على كل حال راح نبدأ ونفصله ونبسطه حاجة بحاجة ونرد عليه يعني بالأرقام، لكن لابد خليني نقول شيء فقط لهذو الناس اللي راهم دائما ارداف جمال بالماضي، ارداف المنتخب الوطني الجزائري، مع انه الوقت صراحه يعني وقت حساس. يعني انا والله لما نشوف المنتخب المصري، المنتخب التونسي، المنتخب الايفواري، يعني كل منتخب، المنتخب النيجيري، المنتخب السنغالي، تشوف الصحافه تاعهم كامل وراء المنتخب السنغالي، خلاص طويت صفحه الانتقادات، كلهم يريدون الفوز بكاس امم افريقيا، كل واحد يساهم واللي ما قدرش يساهم يسكت. لذلك دائما ما اقول اذا ما قدرتوش تعاونونا بحاجه اللي ممكن نستفادوا منها، على الاقل عاونونا بسكاتكم، على الاقل سكات والله احيانا يكون السكوت من ذهب. معليش نقول لكم واش قال سمير زاوي. قال انه المنتخب الجزائري غير مرشح باش يدي الكان وما يديش الكان، يعني شغل حب يقولها بطريقه مباشره انه ما تتكلوش انه المنتخب الجزائري ما يديش الكان. صح، معليش رايك ونحتمد على رايك، لكن برك نحترم رايك اقصد، لكن برك اعطيني كيف حتبريت هذا الاستنتاج. واش قال لهم؟ قال لهم سمير زاوي قال لهم باللي الخطوط غير متجانسه، دفاع وحده، الوسط ماهوش متجانس، الهجوم غير متجانس. صحيت انا سقسي سؤال فقط سمير زاوي، جاوبنا في التعليقات، شفت المنتخب الجزائري في 2023 ولا ما شفتش؟ فلاني 2023 شفت المنتخب الجزائري؟ شفت مباراه المنتخب ولا ما شفتش؟ نضمن لك باللي ما شفتش، لانه لو كان شفت المنتخب الجزائري في 2023 راح تبدل رايك. صح كانت هناك نكاسات امام المنتخب المصري وما خسرناش، يعني امام المنتخب المصري لعب اول مره امين قويري في الهجوم، لعب يعني بخطه يعني تقريبا نقولوا مغايره تعتمد على سعيد بن رحمه وامين قويري، ما مشاتلوش نحاهم سلام عليكم، رانا دوكا في خطط اخرى، شفنا سي ادم والناس، سي بلايلي، سي يعني على حساب واش الاصداء اللي وصلتنا، لان المباراه لم تكن متلفزه ما نقدرش نحكمه. لكن انا باش نتكلم على سمير زاوي لانه قال انه المنتخب الجزائري غير متجانس، يعني انت المنتخب الغير متجانس يفوز في سنة 2023 بكل المباريات، أو على الأقل خلينا نقول أنه لم ينهزم في ولا مباراة. المنتخب الغير متجانس هل يعني يصنف كأول منتخب يتأهل لكأس أمم إفريقيا ويتفوق على كبار القارة؟ الفريق الغير متجانس هل يضم لاعبين في كبرى الأندية؟ وين شفت يعني نتكلم بالدرجة، وين شفت يا سمير زاوي أنه المنتخب غير متجانس؟ أي يقول وين شفت؟ وعطيني المباريات اللي شفتهم، نضمن لك باللي ما تشوفش مباريات المنتخب الجزائري. سمير زاوي نعطيكم تحليل يعني تاعو كيفاش، تحت منطق نتاع خالف تعرف. سمير زاوي ما عندوش الأنظار، ما عندوش الأضواء بزاف، لا يسلط عليه الأضواء الكاشفة باش يبان في الميديا، لذلك يحاول يدير شيء اللي على باله باللي لما تقول هذا الكلام هو راح يشوفوك. وانا واحد لما شفت هذا الكلام يعني استوقفني صراحه، لانك يعني تقول كلام ما عنده حتى منطق. فريق غير متجانس، دوك وريلي وين راه الفريق الغير متجانس، وحنا اللي عندنا اشباع في لاعبين الوسط اللي يربطوا ما بين الدفاع والهجوم. رانا شفنا لما سي زروقي واش دار، بوداوي اخر مع موزمبيق واش دار، عوده اسماعيل بن ناصر، عندنا سفيان الفيغولي، عوده نبيل بن طالب، اسماعيل بن ناصر، عندنا عوار، عندنا الشيبي، هذو كامل اللي الدوره تاعهم الرابط ما بين الدفاع والهجوم.
تعرف لي رول تاعهم، شفت لي رول نتاعهم تاع في 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 ميلان ولا في في نورد، ولا شفت انت هشام بودوي مع نيس، ولا شفت بن طالب مع ليل. اكتب بقى، اكتب بقى سمير زاوي، اكتب بقى المباريات تاع المنتخب. انا في هذا، انا كم يعني كيوتيوبر بسيط فقط ومدون، نكتب على المنتخب ونهضر على المنتخب والحمد لله، وعندنا مصادرنا من صحفيين. لكن انا باش نتكلم على لاعب قبل حتى نشوف وين يلعب، نشوفه كيفاش يلعب، الدورة تاعو في الملعب، ثم نجي ننتقد نقول هذا اللاعب سافا با، من الاحسن نجيبه فلان على فلان. بصح انت راك تقول شيء يدل على انك ما راك تتبع في حتى لاعب. عندنا حوالي 8 لاعبين الدورة تاعهم التنسيق، انت تقول باللي فريق غير متناسق وغير مسؤول. وين شفت فريق غير متناسق؟ وين شفت يعني؟ يعني نروحوا لجمال بالماضي. اخر تصريح جمال بالماضي واش قال؟ اخر تصريح جمال بالماضي قال فيه انه رانا جاهزين للكان ورانا واعيين. وهذيك الكلام تاع اللي قالوا جمال بالماضي ما راناش في ثوب المرشح، هذيك على الورق، هذيك على الورق. كما قال لي واحد التعليقات راه مشكور، قال لي الذكاء الاصطناعي يرشح الجزائر والذكاء الجزائري لا يرشح الجزائر. والله ما فهمناش، ما فهمناكمش. لما قال جمال بالماضي ما رانيش مرشح باش ندي كاس افريقيا، اعطاكم عليه، قال لاننا كاس افريقيا السابقه خرجنا في الدور الاول وما تاهلناش للكان، على الورق ما راش مرشحين. هي دائما المرشح باش يدي كاس افريقيا دائما ينطلق من الفائز بكاس افريقيا الاخيره. المرشح الاول السنغال، المرشح الثاني نروحوا لكوت ديفوار باعتبار انه كوت ديفوار راهو في بلاده. عندنا المغرب نصف نهائي كاس العالم، ولو انه هناك اختلاف ما بين كاس العالم وكاس افريقيا، والله تدي لاكوب دي مون كاس افريقيا مختلفه عن كاس العالم، والا كيف نفسر امين غويري ما لقاش روحو في افريقيا يا اخي، يلعب في ران ونجم. لذلك والله خلونا من هذا الكلام. يعني هو قال كلام اخر على المنتخب، مانيش حاب يعني ندخل في اطارات، لكن رانا في وضعيه، رانا في خلونا او بالاحرى خلونا نلتو بالمنتخب الجزائري. والله ما عرفنا الا نردوا على المغرب، ولا نردوا على بعض الافارقة، ولا نردوا على الكولاسة، ولا نردوا على الكاف، ولا زدتونا انتم همكم من داخل الوطن تكريتيكو في المنتخب الجزائري. وين نصدوا احنا دوك؟ حنا خلونا نلتف احنا ضد اعداء الخارج، لكن انت كي تشوف اعداء الداخل راح نلتو باعداء الداخل، اعداء الخارج راح يزيدوا يكثروا. لذلك خلونا نردوا على اعداء الخارج. لذلك يا سامر زاوي، وهذا نداء الى اي صحفي، الاك حاب تبان بان بالوطنيه تاعك، بان بالمسانده، علاش تحب تبان بالمعاكسه والسابوتاج نتاع المنتخب الوطني الجزائري؟ رانا في وقت وين لازمنا كامل نكونوا مع المنتخب وليس نكونوا ضد المنتخب الوطني الجزائري. هذا رد بسيط باحترام، ان شاء الله ما نكون خرجت على الاطار، ما نكونش ان شاء الله اسأت احترام المتابعين، يعني رد بسيط نحاول نحطكم في الصوره فقط. وبالتوفيق للمنتخب الجزائري، ونتمنى هذو الاشخاص لما باذن الله نفوزوا بكاس افريقيا، حتى اذا ما فزناش، لكن نتمنى ان شاء الله بعد كاس افريقيا راني متيقن انا راح نديروا حاجه مليحه، يعاودوا يولوا العدنا هنايا ويقولوا باللي على الاقل يسحبوا كلامهم، لكن ما يسحبوش كلامهم، لانه شفنا بزاف مواضيع كما هذو تهموا فيهم الناخب وتهموا فيهم تهموا فيهم بالماضي، لكن بعد ما كذبناهم بالأدلة ولو واحد فيهم خرج وقال يعني اسمحوا لنا. طول رأيكم في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.